بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أيها الأحباب، كل عام وأنتم جميعا بخير. نحن في شهر رمضان، شهر القرآن الكريم، والدنيا كلها تعرف أن أول كلمة نزلت في القرآن الكريم هي كلمة اقرأ. وأعداؤنا يقولون علينا أمة الإسلام لا تقرأ، وإذا قرأت لا تفهم، وإذا فهمت لا تعمل. فهل هذه حقيقة؟ تعالوا بنا نتذوق أول كلمة في القرآن الكريم والآيات التي تلتها، لنخرج منها بما يفيدنا وبما يؤكد للدنيا كلها أن أمة الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى تقرأ، والذي لا يقرأ سيقرأ إن شاء الله، لكي يستنير بنور القراءة هذه. رب العزة سبحانه وتعالى يقول في أول سورة العلق: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات أيها الأحبة إلى ما تدعو؟ الآية الأولى تحرر العقل من الخرافات والضلالات والأوهام. لماذا أو كيف؟ لأن العرب في الجاهلية كانوا يصنعون الأصنام ويخرون لها من دون الله ساجدين، فجاءت الآية الأولى لتحرر العقل من هذه الخرافات والضلالات والأوهام: يا أيها العبد، لا تقرأ باسم اللات والعزى ولا باسم كذا وكذا من الأصنام التي سميتموها من دون الله والعياذ بالله، ولكن اقرأ باسم من؟ باسم ربك الذي خلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا يمكن أبدا أن يتساويا بحال من الأحوال. فالآية الأولى حررت العقل من الخرافات والضلالات والأوهام: اقرأ باسم من؟ باسم ربك الذي خلق. والآية الثانية تحرر جسد الإنسان من رق عبودية الإنسان للإنسان، فأنا وأنت وهو وهي كلنا عباد لله الواحد القهار، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكلنا عباد لله عز وجل. ولذلك رب العزة يقول في الآية الثانية: خلق الإنسان من علق، من مادة واحدة، ليست هناك مادة بيضاء ولا مادة سوداء، ليست هناك مادة غنية ولا مادة فقيرة، وإنما أنا وأنت من علقة واحدة. فعلام تتكبر علي وتتخذني عبدا لك، وعلام أتكبر عليك وأتخذ منك عبدا لي؟ كلنا عباد لله رب العالمين. بعد ذلك تأتي الآية الثالثة إلى ما تدعو: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أهل العلم يقولون الآية الثالثة تدعو إلى أن يقوم المسلمون بدورهم. هذا الدور يتمثل في تثقيف البشرية وتنويرها والانتقال بها من عالم الضلالات والظلام إلى عالم الهدى والنور، وذلك لا يكون أيها الأحبة إلا عن طريق العلم. فالعلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكأنما تشير الآية إلى أنه بعد أن تحررت عقولنا من الخرافات والضلالات والأوهام، وبعد أن تحررت أجسادنا من رق العبودية، علينا جميعا أن ننكب على العلم، ننهل منه، ثم نأخذ بيد البشرية الضالة إلى معالم الهدى والنور، وذلك كما قلنا لا يكون إلا عن طريق العلم والمعرفة. هذه الآيات الثلاث الأولى التي نزلت في أول كلام نزل من عند ربنا سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لكن المشكلة الكبرى هي أن الإنسان أحيانا حينما يكون ذا منصب أو ذا جاه أو ذا غنى أو ذا مال أو كذا يطغى والعياذ بالله.
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وينسى أن إلى ربك الرجعة. فمعادنا ومرجعنا جميعا إلى الله تبارك وتعالى ليحاسبنا على ما اقترفته أيدينا في هذه الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتدبرون كتاب الله عز وجل ويستبصرونه في حياتهم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.